عيد الأضحى هذا العام يحل على قطاع غزة في ظل أوضاع مأساوية على الصعيد الإنساني والاقتصادي، حيث أدى العدوان المتواصل لاختفاء مظاهر العيد التقليدية. المزيد في سياق هذا التقرير نتابع. هو العيد الثاني بعد الفطر الذي يحل على قطاع غزة وسكانه في ظل العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي. في هذا العام يأتي عيد الأضحى مغيرا لما كان عليه في أعوام سابقة وسط القطاع، ومختلفا تماما عن نظيره في باقي بلاد العالم وسط أوضاع اقتصادية صعبة. اقترب موعد عيد الأضحى، وهذا يعني من الأعياد اللي احنا بنحتفل فيها سنويا، ففي الفترة الحالية المفترض تكون كل المزارع ملأة بالعجول وبالأغنام وبالخراف، ولكن للأسف زي ما انتم شايفين كل المزارع فارغة واللي بقطنها هم النازحين. هنا باتت الأضحية غائبة تماما عن أهالي غزة بسبب الحصار الإسرائيلي الذي أنهى على ما في القطاع من مشية، وجعل أسعار النزر القليل المتبقي منها يفوق قدرات أهل غزة الذين تكرر نزوحهم مرات ومرات. الأضحى عندنا ما لا يوجد عجول خالص، يعني هاي القبان ها شايف أي شغال، أنا عندي ما فيش ولا عجل عندي. أنا اليوم الحوضية تبعت العجول، حوضية العجول كل اللي ترحين بنادمين، أنا عندي حركة 80 نفر من البشر كلهم أويتهم، هذول النازحين من رفح وأنا أويتهم عندي، بعد العجول صار بشر. مظاهر الفرح والاحتفال بهذه المناسبة المباركة لم يعد لها مكان لدى سكان القطاع كبارا وصغارا، والذين بأتوا إما نازحين من مناطقهم وإما مهددين في بيوتهم. أنا اليوم حزين جدا على الظروف اللي بمر فيها. أنا في العيد كنت، أنا في الموسم هذا كنت يعني أشتغل أجيب فلوس لبيتي ولأولادي، وأشتري لهم وأضحي لهم وأطعمهم، أجيب لهم إيش ما تشتهي الأنفس أجيب. تلاقي عندهم حلو عيد، تلاقي عندهم لحم، تلاقي عندهم مكسرات، تلاقي عندهم فواكه. اليوم فيش نفسي يكون معاي فلوس وأروح أشتري لأولادي كل إشي بتمنوه، بخصوص خاصة عشان العيد، لأنه الأطفال إذا ما فرحوش في العيد وقتش بدهم يفرحوا؟ إيش ذنبهم هذول؟ إيش ذنبهم؟ المدارس انحرموها، أول شغلة انحرموا التعليم، انحرموا الحياة الحلوة، انحرموا يروحوا على المدارس، انحرموا يطلعوا طشات، انحرموا هلقيت العياد. طب إيش ذنبهم؟ وهكذا يحل عيد الأضحى على أهل غزة وسط غياب لكل مظاهر الاحتفال باستثناء الشعائر التي لن يحتاجوا إلى ساحة كبيرة لأدائها، بعد أن حولت غارة الاحتلال القطاع بأكمله إلى منطقة مدمرة حيث غابت البيوت والمزارع.